كتخرج بالليل هي بالليل كتخرج بالنهار كتنعس. بدات الشيشه وباستيات يالله يالله صافي دابا الشراب. دابا خرجت صافي رجعت ماشي بنتي. جيار زبيده كنقلب على بنتي ليلى. دابا جينا عند طنجه وانا سكنت في جهه بوحسين حماد ديال بوحسين زنقة 14 وهذيك الشارع رقم ديال الدار 18 هما اللي السبب. انا كريت عند واحد المراه كبيره عندها 9 البنات. انا سحبني المراه كبيره زعما مزيانين البنات صافي ملي شافوا بنتي مزيانين العقل والزين وتبارك الله صافي هما كيدوا في الليل كيعملوا هذيك التجاره هما اللي كيحلفوا فيا صافي. وانا كنقول الله يرحم الوالدين حيد على بنتي يا بنتي يلا نخرج هاد الدار ماشي مزيان. قالت لي لا 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 صافي. هي خرجت ملي خرجت صافي ذوقت اي حاجه. دابا صافي تبعت المخدرات والشيشات واي حاجه وانا صافي وانا كنحمق وانا كنرجع عند الدار ديالي كنداوي راسي وانا كنرجع عند طنجه كنفتش كنبقى بالليل في لايا في القهاوي في معرتين في تيتوان. المهم انا رجعت بحال الحامقه على بنتي وانا ربيت بنتي بلا باباه ربيت بنتي من بلا باباه. دابا صافي خرجت عليا وخرج هذيك البنات اللي كيخذ ربي الحق ان شاء الله فيهم صافي. وانا ما خليت البوليس ما خليت ديك الشكايات ما خليت اي حاجه. ايوا دابا صافي كتبث في الليل في القهاوي كتبث مع البنات. سكنه واحد المده في الحمات الشكشي 8 شهور وانا جبرت تما كتمشي كتشري عليهم تما اللي كيبيعوا الباستيات تما اللي كيبيعوا هاد الشيء كاملين. ملي مشيت عندهم صافي هما كيفلل عليا. دابا كل واحد شنو كيقولوا واحد كيقولوا ها شنو واحد كيقولوا ها شنو صافي. لا لا كتخرج بالليل هي بالليل كتخرج بالنهار كتنعس. دابا ما عرفت 10 شهور ما نعرف فين كتبات ما نعرف. المهم بنتي كانت معقلات التربيه صالحه. دابا ها شني بقات فيا حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الناس اللي سكنت في بني مكاده شارع بوحسين هما اللي خرج عليه. بدات الشيشه وباستيات يالله يالله صافي دابا الشراب وضربت هذيك البيران والديسكاوات صافي. واحد النهار ولا جبرتها وملي ديت عند الدار ديالي عيدات معايا قالت لها يما شنو بالحق دابا صافي. انا صافي هما كيتصلوا بيه وبالحق ملي كيتصلوا المعالقه معاه ما كتبغيش تبقى معايا ما كتبغيش. كيقولوا ماماك معقده ماماك معقده انتينا حتى انتينا تبقى هايده انتينا دائما تعمل رايد ماماك. يلا دابا خرجت صافي رجعت ماشي بنتي صافي. دابا المهم كتبع الطريق اللي ماشي ماشي مزيان. ايما ما الا رجعت نداويها نعمل الدواء تبقى معايا تتزوج تعمل شي 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 المستقبل ديالها انا نربيها انا مقد. انا عندي الدار ديالي عندي كرسي الحمد لله ما خصني حتى سمحت في الماريو ديال الحوايج سمحت اي حتى في مضاد السنان وسمحت في الصبابط وسمحت اي حاجه ما خصناش الخير الحمد لله. ما عرف دابا عشر شهور ما شفتها ما عرفتش شنو غتكون. الا شي واحد ان شاء الله كيشوفها شي المؤمنين كاين الناس كيشوفها كيقولوا لا لا يخص شي المؤمنين ان شاء الله شي الناس اللي غيكون ان شاء الله كيخاف الله كيقول كيكون زعما تمشي عند ماماه وترجع عندي تنداويها نشوف شنو غنعملها. هي تبقى هيدا دائما تبقى هيدا في الشوارع. اي والله يرحم الوالدين ديالكم اللي كيخاف الله اللي كيخاف الله كيخاف من زعما كيحشم من رب العالمين كيحشم من العبد كيكون ان شاء الله مع هاد البنيته الى يشوفها شي المتاع. هي كتكون في طنجه كتكون في مارتين كتكون دابا ما عرفت الناس كيقول ها فين كتكون. دابا الى زعما الله يرحم الوالدين ديالكم هالمرو ديالي هاد التصويره ديالها الله يرحم الوالدين الله يجازيكم.